موضوع المتعلق بالاستفزازات الانفصالية على مستوى المنطقة شرق جدار الرملية الدفاعية هي استفزازات تضع الانفصاليين في مواجهة مع الأمم المتحدة. بداية السنة وهناك ابتزازات ديال الانفصاليين ديال بوليزارو في غرغارات، ما هو موقف الحكومة من هذا؟ وبالنسبة إلينا، ما يصدر من استفزازات الجبهة الانفصالية في المنطقة شرق الجدران الرملية الدفاعية يضع هذه الجبهة في مواجهة مع الأمم المتحدة، ليس فقط مع المغرب، لأن قرارات مجلس الأمن صريحة وواضحة من أن أي نوع من هذه العمليات هو استفزاز وتهديد للاستقرار، وأنه ينبغي الامتناع عن ذلك. المغرب كان دائما موقفه حازم إزاء ذلك منذ بدء العمل باتفاق وقف إطلاق النار في بداية التسعينيات. واش ما تعتقدوش أن الحكومة في هذا القانون ديال الساك البلاستيك منذ 3 سنوات قانون فشلات في التطبيق ديالو؟ كيف يوقع 3 سنين قانون ما قدرش نجح؟ إذن هذا تبين على ان هناك مشاكل للحكومه غير قادره على حلها. شنو تتعطى ونرجعوا على هذه لا كونفونسيون ديال الامم المتحده حول محاربه الجريمه؟ واش نتسناو الامم المتحده هي تعطينا مشاريع قوانين مثل القانون ديال السجل العدلي اللي غادي يولي مطلوب لهذا الموظفين الكبار، مثل تصريح بالممتلكات؟ هذه مسائل كانت الحكومة تاخذها بلا ما تعطيها لونو. بعد سنتين ونصف من بدء تطبيق القانون الخاص بمنع الأكياس البلاستيكية ومنع تسويقها وترويجها واستعمالها، كانت مناسبة أولا لتقديم الحصيلة. الحصيلة كشفت حصول إنجازات، لكن هنالك تحديات. مثلا المواد الأولية المستعملة فيها تقلصت ب 50% من 70,000 طن إلى 35,000 طن. عملية المراقبة كانت هنالك أزيد من 740,000 عملية مراقبة تمت، وصدرت أحكام قضائية وتم حجز المواد في ذلك. أيضا كان هنالك دعم مالي وجه للمقاولات، إما لتحويل النشاط أو حوالي 15 مقاولة، أو لتعزيز التنافسية 16 مقاولة، والحصيلة حوالي 130 مليون درهم مع 2000 منصب شغل. في نفس الوقت كانت هنالك عمليات لجمع الأكياس البلاستيكية من الطبيعة والتي كانت تشوه صورة بلدنا في هذا المجال، والحمد لله آلاف الأطنان جمعت. لكن في نفس الوقت القطاع الغير المهيكل والذي ينشط مع الباعة المتجولين في الأسواق التقليدية استطاع أن يطور وسائل وأدوات جديدة، مما اقتضى العمل على مراجعة القانون المنطم بإضافة مواد تعريفات جديدة لهذه المواد. ثانيا تعزيز الصلاحيات ديال الأعوان المكلفين بالمراقبة. ثالثا وضع نظام يمكن من تتبع المسار ديال المواد البلاستيكية التي تستعمل في مواد أخرى من غير الأكياس منذ استيرادها إلى غاية الإنتاج النهائي لتلك المواد المصنعة. ثم رابعا تشديد العقوبات ورفعها. سنتين ونصف حصيلة ولله الحمد إيجابية، لكنها غير كافية لأن المعركة ما زالت مستمرة بالنظر للأثار البيئية المدمرة للأكياس البلاستيكية. إلى جانب المراجعة القانونية سيقع تقوية أنظمة المراقبة وسيقع إطلاق حملات تحسيسية وتواصلية مدارسة كافة عناصر، لأن أحد الإصلاحات الكبيرة المطروحة على بلدنا هو الإصلاح ديال منظومة التربية والتكوين، ولا يمكن التصور إصلاحين بدون مساهمة فعالة لمجموع الموارد البشرية الفائلة في هذا